بقول لك فين الواد؟ هجيبهولك. طب هاتهولي عشان عايزه اكله، ولا ده كمان مش همك؟ عارفه ايه اللي مخليني مستحملك لحد دلوقتي؟ ايه روح قلبي؟ عبد الله. لا ما تاخدش ببالك، لو عايز تسيبني يا حسن سيبني، وانا هعرف اربي الواد كويس قوي. ما انا لو كنت شفت منك حاجه عدله او حسيت انك هتعرفي تربي ما كنتش جبتك هنا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا متاكد انك بتكرهيني يا ريتال. انت عمرك ما حبيتي حد اصلا، انت ما بتحبيش غير نفسك وبس. انا خايف الواد يرضع منك ينزل لبنك سم في جوفه. انت عمرك ما كنت مع حسن ولا بدنيته اصلا. حتى لو مت انت مش هتزعلي عليا. وازعل عليك ليه؟ طالما لقيت اللي يزعل عليك ويعيط بدل الدموع دم. انا فاهمك يا حسن اكتر من نفسك، وعارفه انت بتفكر في ايه. مش انت لافف على واحده جديده؟ براحتك على فكره، من حقك اعمل اللي انت عايزه. اقول لك على حاجه، اتجوزها وتجوز غيرها كمان، بس خليك فاكر اللي انا بقوله لك ده. انت هتلف لفتك وهتجيلي تاني حسن، وانا هبقى قاعده مستنياك. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هي دي الحقيقة. ايه؟ زعلت؟ ولا الحقيقة مرة زي ما بيقولوا؟ انت فاكرة باللي انت بتعمليه ده هتقلب الترابيزة وتخليني انسى انت بتعمل ايه؟ وايه بقى اللي انا بعمله يا روح قلبي من جوه؟ بعمل ايه؟ قلت مش عايزة اقعد مع امك؟ اقسم برب العزة هي كمان ما طايقاني، وانت عارف كده كويس قوي. انت عايز نزهق يا حسن عشان تفضل الحلوة اللي كلبشت في رقبتك؟ بس أنا بقول لك أهو، براحتك اعمل اللي أنت عايزه، طير بجناحك وافرد نفسك وزي ما أنت عايز، عشان لما تقع في حجري تعرف مين هي ريتال. إيه؟ مش ناوي تجيب الواد ولا إيه؟ ولا هتسيبه يموت من جوه؟ لا، بعد الشر عليه. خد يا حسن، ادي لها الواد اترضى. ألف هنا.